بتذكر وصلنا عند الرينج اوف اكتيفيتي وحكينا الجنرال رول اللي هي انه لما تكون ار هيدروفوبيك means انه الاكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف از هاي، بس بور اكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف. طب نزيد الهيدروفوبيسيتي شو راح يصير؟ It will have no effect or little effect on gram positive, بس بالعكس it lowers the gram negative. ما في داعي يعني نضيف more hydrophobic group. بس إذا ضفنا hydrophilic group يعني oxygen أو nitrogen، هاي معنى hydrophilic group. It has little effect on gram positive. بس لحظة شوي. سوري بس كانت مكالمة. فإذا إذا ضفنا hydrophilic group زي oxygen أو nitrogen it has little effect on gram positive، بس بتزيد الإفكت on gram negative. عشان هيك قلنا خلينا نشوف المركبات اللي منضيف عليها nitrogen أو oxygen group عشان تزيد الactivity against gram negative bacteria، لأنه إحنا شو عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلتنا هلأ بالجرام negative. فكان في عنا two example، I think كل هذا حكينا المرة الماضية. الأمبسيلين من اسمه أم يعني عنده أمين، هيها على الألفا كاربون. والأموكسيسيلين عنده أمين وعنده أوكس على البارا بوزيشن. فمين مور هيدروفيليك بتتوقعوا أكتر، الأمبسيلين ولا الأموكسيسيلين؟ الأموكسيسيلين. نعم الأموكسيسيلين لأنه عنده نيتروجين وأكسجين. فبالتالي هلأ إحنا متذكرين وحكينا إنه الأبزوربشن بيعتمد الامتصاص بيعتمد على اللايبوفيليسيتي كمان. فلما تزيد البولاريتي of the compound الامتصاص أو الأبزوربشن through the lipid membrane رح يقل. فعشان هيك رح نحكي هلأ قصة إنه كيف بدي أزيد أنا اللايبوفيليسيتي of compounds عندها أمين على الألفا كاربون. خلنا نشوف كيف نعمل. بس أول شيء نشوف البروبرتي تبعون الأمبسيلين والأموكسيسيلين. شو البروبرتيز تبعونهم؟ زي ما حكينا المرة الماضية I think هذا كله ذكرناه صح المرة الماضية؟ اي دكتورة قرأنا وصلنا للسلايد اللي بعده. احنا وصلنا اللي بعده. خلينا نركز على موضوع هون. هلا قلنا بما انهم صاروا مور بولر، طبعا اتفقنا انهم they are sensitive للبيتا لاكتيميز لانه ما عندهم little bulky group على البنزين صح. فبالتالي هم they are not effective against البكتيريا اللي فيها بيتا لاكتيميز. طبعا قلنا انهم orally active بسبب اتفقنا انه امحوا هاي اعملوها بسبب النيتروجين is more electronegative than الكربونة فبتحب تسحب الكترونات لعندها.
وقلنا بسبب وجود هدول الأمين جروب والهيدروكسيل جروب بلاش كاربوكسيليك أسيد جروب بلاش كمان أيونيزيشن صاروا مور بولر صاروا مور بولر وبالتالي الأبزوربشن بيقل بصير بور أبزوربشن فقلنا بدنا نعمل برو دراج بدنا نعمل برو دراج هلا رح نحكي عن البرو دراج واتفقنا نتذكر انه لما يكون امين احنا الهدف هلا انه انا بدي ازيد الرينج اوف اكتيفيتي عشان ازيد الرينج اوف اكتيفيتي بدي كمان يغطي السودوموناس بس لقينا انه لما نحط امين على الالفا كاربون also they are inactive against this resistant gram negative aerobic coxobacilli pseudomonas aeruginosa not active اوكي هلا شو الام تبعنا انا الام تبعي هلا بدي اعمل برو دراج شو معنى اول شيء كلمه برو دراج مين بيعرف شو يعني برو دراج كون ان اكتف بعد ما تخلص جسم بصير اكتف very good مين يجاوبني مين الطالب اللي جاوبتني اوكي هلا اول اكزامبل من البرودراك شوفوا كله هذا زي بعض اللي هو مين هذا مين الامبسيلين صح شو عملنا له عشان ازيد اللايبوفيليسيتي حولت الكاربوكسيليك اسيد اللي على رقم 3 انتو استر انتو استر هلا برسم لكم اياه او ار فاما نستخدم بيفالويل اوكسيميثانول او فثاليديل ثايوزيليدين او ايتوكسي كاربونيل اوكسي ايثيل اللي اعطاني بيفامبسيلين تاكامبسيلين وباكامبسيلين هدول كلهم برو دراج لمين للامبسيلين خلينا نرسم بس واحد يعني انتم داخل معكم بس البيفامبسيلين كرسم نعرف كيف الميكانيزم of الفورميشن of بيفامبسيلين وكمان مش بس هيك كمان كيف بصير الميكانيزم of الفورميشن او الاكتيفيشن له ميكانيزم of action هلا انا طبعا رح ارسم كل المركب عشان تفهموا هلا رح ارسم من هون هاي البيتا لاكتام قلنا على رقم 2 عنده 2 مثل وعلى رقم 1 عنده كاربوكسيليك أسيد على رقم 3 وطبعا عنده على رقم 6 الأميد جروب اللي عليها على الألفا كاربون شو عليها أمين وبنزين اوكي هذا رسمته مين شو اسمه بنسلين دكتور أمبسيلين أمبسيلين very good هلأ عنده أسد صح الأسد جروب هاي بتخليه very polar أو hydrophilic هلأ شو الطريقة إني أنا أحوله إلى more lipophilic group بس أحافظ على وجود الأمين على الألفا كاربون ما بدي أنا أقيم الأمين لأنه الأمين لما حطيناها زادت الرينج of activity خلته مور جرام نيجاتيف فشو لازم اعمل عشان اخليه لايبوفيليك احول الكربوكسيليك اسيد انتو استر فراح اضيف اللي هو هذا المركب اللي اسمه بيفالويل اوكسي بيفالويل اوكسي ميثانول سي اتش 2 OH يعني أسد هون قاعدة تتذكروها بالأورجانيك كيمستري أسد جروب يعني زي كاربوكسيليك أسد مع الكحول جروب يعني فيها OH شو بيعطيني هاي R1 نخليها وهاي R2 شو بيعطيني بصير الهجوم بالطريقة هاي بهجم النيوكلوفايل على الكربونيل لأنها إلكتروفايل partial positive وبتطلع الـ OH فبيعطيني المركب
R1 C double bond O اللي إجا من هون من الأسيد، والجزء الثاني إجا من الكحول اللي هو هذا الجزء، بحط O R2 صح؟ شو صار المركب اسمه؟ هاي شو اسمها الجروب؟ إستر. إذا الإستر شو معه؟ يس الإستر حولت الأسيد هاد إلى إستر، والإستر more lipophilic than acid. أوكي الإستر more lipophilic than acid. هاي القاعدة العامة عشان أحول الأسيد into إستر. شو أعمل؟ بضيف عليه الكحول. أسيد مع الكحول بيعطيني بحول لي إياه لإستر جروب. فإحنا شو بدنا نعمل معناته بمركباتنا؟ بدي أحول الأسيد جروب تبعتي إلى إستر. فروح جيبت هذا البيبالويل أوكسي ميثانول علشان أحوله إلى إستر. فشو رح يصير؟ أجين رح يصير الأتاك من نيوكلوفايل هاي إلى الإلكتروفايل وتطلع الأو إتش. فرح أرسم المركب. شو بيعطيني المركب؟ رح أرسم المركب الجزء الأحمر اللي هو الأسيد تبعي اللي باللون الأحمر، سيد أخذ سيد دبل بوند أو اللي من الأسيد، وكملوها NH مش راح أكملها، وكملها أوكي. والجزء الأخضر اللي إجا من وين؟ من الألكحول الأو تبعت هاي الألكحول CH2 O C double bond O عطاني. إذا هذا المركب عملت إذا أنا إيش عملت؟ عملت استريفيكيشن، حولت هذا الأسيد إلى إستر. فالإستر is more lipophilic. فشو حسنت؟ حسنت الامتصاص. إذا زدنا بهالطريقة هاي سوري بالطريقة هاي أنا صارت more lipophilic. إذا زيد الامتصاص very good. فإذا أنا عملت الهدف فقط من الاستريفيكيشن، حافظت على الأمين، هون الجزء ضلوا زي ما هو، حافظت على الأمين على الألفا كاربون وحولته لإستر. هذا اسمه برو دراج. البيفامبيسيلين هذا اللي أنا رسمته هو برو دراج. يعني هل هذا بس الهدف منه؟ إنه أنا لما أخده أورالي يمتص الجسم أكتر يوصل للدم. لما يوصل للدم رح يتكسر بإشي اسمه استيريز. استيريز فالاستيريز رح يكسر لي، المفروض يكسر لي المركب، نقول هون بكسره من هون أوكي، برجع لي باك المركب تبعي للكربوكسيليك أسيد أوكي. بس هلأ رح نشوف قصة الاستيريز وين رح يشتغل، لأنه في عندي هون 2 إستر، هاي إستر جروب وهاي كمان إستر جروب. رح نشوف وين بهجم، على الإستر القريبة من النيوكليوس هاي ولا بهجم على الإستر البعيدة. واضح كيف رسمنا؟ أول إشي وضحت لكم كيف رسمت أنا كيف عملت أو عملت سينثيسايز للمركب تبعي اللي هو مين؟ اللي هو البيفا هذا اللي اسمه بيفامبيسيلين. هذا اسمه بيفامبيسيلين. شو حطيت؟ حطيت بيفالويل أوكسي ميثانول مع الأمبيسيلين أعطاني بيفامبيسيلين. فهذا البيفامبيسيلين اللي هو لو سألتك بيفامبيسيلين is what، هو برو دراج لمين؟ للأمبيسيلين، بيفامبيسيلين أوكي؟ واضحة؟ إذا كيف صنعت البيفامبيسيلين؟ عشان هلا نشوف وين بده، كيف بده يتكسر البيفامبيسيلين اللي هو برو دراج ويرجع لي باك ويتحول باك للبيرنت دراج اللي هو الامبيسيلين. اوكي نرجع باك دكتور. Very good. نرجع باك لمركباتنا. اذا احنا بس احنا يعني وضحنا بس طريقه تصنيع البيفامبيسيلين، بس إذا أنا طلبت منك كمان تصنع تلامبسلين نفس الشيء، الأسيد بارت وهذا الألكحول بارت، يعني هون بتحط OH وبيهجم على الكربوكسيليك أسيد وبتلزقهم مع بعض، بس تلزيق أوكي. يعني هون أنت كأنه الR هاي
هاي الار اللي هي نفس الار، اما تكون هاي او هاي او هاي، فبتلزق هاي مع هون. فشفتوا لما رسمته صارت الكربون هاي الاستر هاي سي او 2 يعني هيك، وملزقه ب سي اتش 2 او سي دبل بوند او سي تراي ميثيل، هاي تراي ميثيل. فهذا اسمه بيفامبسلين. فالهدف من البرودراج هذا انه اي وونت تو انكريز البيرميابيليتي، يعني انا بدي ازيد الابزوربشن. كيف بدي ازيد الابزوربشن؟ بدي اخلص من الاسيد الكاربوكسيليك اسيد هاي بولر، بدي اعملها ماسك واحولها لايش؟ لاستر جروب. حولتها لاستر جروب. الاستر في البلد ميتابولايزد ان ذا بودي باي ذا انزيم اللي اسمه استريز عشان تعطيني الفري دراج اللي هو الامبسيلين. بكسره برجع لي اياه باك تو ماي امبسيلين اللي هو على شكل كاربوكسيليك اسيد. هيك انا حافظت على الالفا كاربون اللي عليها امين، وبنفس الوقت زدت الامتصاص باني حولت الاستر الاسيد انتو استر. اوكي، هلا خليني اول شيء ارسم لكم هذا الاشي. لو انا عندي هاي ماي امبسيلين، اوكي، ايش عنده هون؟ اسيد ان اتش. الامبسيلين شو عنده على الفا كاربون؟ امين امبسيلين. رحت قلت بدي اعمل له استريفيكيشن. اكيد احنا في البدايات لما انت تبلش تصنع بتصنع اكثر من مركب، بعدين بتصير تفسر ليش مثلا ما تكسر او تكسر. فاجيت انا قلت بعرف انه انا عشان اعمله استر بدي اضيف ميثانول مثلا، ميثانول اسيد مع الكحول اللي هو الميثانول، راح يهجم هذه الميثانول على الكربونيل وتطلع هاي. فشو راح يعطيني؟ مركب تبعنا اللي هو نفس الشيء، راح ارسمه كله. السي دبل بوند او هاي من الاسيد، اوكي، ان اتش 2 والبنزين، والجزء الكحول بدي اعمله بالاخضر اللي اجى من الاخضر اللي هو او سي اتش 3. شو تكون؟ هيو تكون استر اللي هو مثل استر، بس مثل. هلا لما صنعنا هذا الاستريز، الانزيم الاستريز اللي بالجسم لما صار له امتصاص، هو هذا افضل لايبوفيليك، اعلى لايبوفيليسيتي لانه استر مش اسيد. هذا الاسيد بارت بخليه فري بولر، بخليه هيدرو بولر، بخليه هيدروفيليك. كيف حسنت انا الهيدروفيليسيتي؟ حولته لاستر. الاستريز لما اجى على لما اجى المركب ما قدر يشوف، ما شاف هذا، ما شافه، ما شاف الاستر جروب. ليش ما شاف الاستر جروب؟ لانه قدامه نيوكلياس كبيره، هاي النيوكلياس تبعت البنسلين هيوج. فشو عملت؟ عملت شيلد للاستريز، عملت شيل لمين؟ للاستريز. فما قدرت تتكسره، فما استفدنا من المركب، لانه مهم انا احافظ على الكاربوكسيليك اسيد على شكل اسيد. ليش؟ لانه هي رح تتحصلها ايونايزيشن، عليها يصير نيجاتيف تشارج، وبتعمل لي بوند مع البوزيتيف تشارج اوف اللايسين تبعت الترانسبيبتايديز. فبتروح عندي بوند مهمه، الايونيك بوند اللي بتعمل اتراكشن للمركب عشان تقربوا لترانسبيبتايديز. فروحنا صرنا نجرب مركبات أكبر فيها إستر بعيد، فعملنا البيفالويل أوكسي. فهذا البيفالويل أوكسي شوفوا، خليني أول شيء أشيل هذا، هاي البيفالويل أوكسي، هذا البيفالويل أوكسي، أوكي شايفين؟ هاي قصدنا فيها إنه حلقة البنسلين أو الأمبسلين. خليني أرسمه أحسن عشان يصير أوضح عندكم. إذن البيفالويل أوكسي شو في عنده على الكربوكسيليك أسيد؟ هاي
سوري بدي أمحيها. هون الإستر. أنا بدي خلوني أرسم الجزء اللي بهمنا. نتخيل إنه هذا، بس أنا بخاف تلتخمه فبحاول أرسمه كله، بس إنه على ألفا كربون أمين وهي بنزين، كملوها بنزين. أوكي، هون شوفي عندي إحنا عملنا استريفيكيشن، شو حطينا؟ بيفالويل أوكسي مثل هيك شكله، البيفالويل أوكسي مثل سي دبل بوند أو، والسي هاي عليها ثلاثة مثل. أوكي، هلأ الاستريز شو شاف؟ مين شاف الاستريز؟ ما شاف هذا الاستريز، هو من اسمه انزيم بكسر استر. هي عندي هون استر جروب وكمان عندي هون استر جروب، صح؟ ما شاف هاي القريبة، شاف البعيدة، راح كسرها. أوكي، راح كسر الاستر البعيدة، فشو أعطاني؟ أعطاني بالضبط كسرها من هون، خليني أجيب لون تاني، أكسرها من هون، بنزل الجزء اللي لونه أحمر هذا سي دبل بوند أو، تحول إلى أسيد، والجزء الثاني هيو اللي صار أو إتش سي إتش 2، بنزل هلأ هذا الجزء أو سي دبل بوند أو، والمين ماي أكملها، مش راح تتكمل معي، ماي أمبسلين. إذا شو طلع عندي؟ هذا اسمه، هذا الجزء اسمه بيفاليك أسيد، هذا بيفاليك أسيد طلع. بيفاليك أسيد طلع من وين؟ بسبب الإنزيم استيريز. هلأ هاي الجروب إيزيلي هاي الجروب راح تعمل بوند، راح تكسر يعني سيلف ديستركشن وتعمل لي باك ماي، فبتطلع هاي على شكل، تخيلوا هاي صارت الاتش، انتقلت هاي الاتش راحت لهون، صارت هذا كاربوكسيليك اسيد، وهاي عملت الاكسجين، هاي عملت دبل بوند كانها، فتكون عندي السي اللي عليها 2H 2، والاكسجين هاي عملت دبل بوند، فشو طلع عندي؟ فورمالدهايد، هذا لحاله بتكسر يعني مش بحاجة لإنزيم، وشو نزل عندي؟ وهذا نزل اللي هو ماي أمبسلين، عنده رجع باك الكاربوكسيليك أسيد، رجع ماي أمبسلين، وبتكملوها هذا الأمبسلين تبعنا. أوكي زائد، فإذا الاستريز بس شاف الجزء الاستر البعيد، بس ما شاف الاستر القريب، فإحنا صنعنا مركب إنه يتكسر الاستر البعيد، والجزء اللي متبقي بتكسر لحاله، بصير له سيلف ديستركشن، لأنه هاي النيوكليوفيليك ما بتحب تضلها هيك، فبتعمل دبل بوند، لازم أمحيها هاي أفضل، تعمل دبل بوند وبتكسر، برجع باك ماي أمبسلين. هاي الميكانيزم اوف اكشن او الميكانيزم اوف اكتيفيشن اوف بيفامبسلين. اوكي، هاي الميكانيزم اوف اكتيفيشن او الميكانيزم اوف اكشن اوف بيفامبسلين، نفس اللي انا رسمته، خلينا نشوف شو صار. اجى الانزيم، من هو الانزيم؟ اللي هو الاستريز. مين شاف؟ شاف هاي الاستر، ما شاف هاي الاستر القريبه من النيوكليوس الكبيره، لانه شيلدد، ما بشوفها لأنها عاملة شيلد هاي النيوكليوس تبعت البنسلين، فكسر الإستر وعطاني المركب اللي أنا رسمت له فيه الكحول، اللي يقول له قلنا هذا المركب easily destructed وبعطيني formaldehyde and my ampicillin، فرجع لي باك الأمبسلين. فحقيقة الإستريز ما شاف الإستر القريب، فشو حطينا نوت؟ إنه الإستر في حالة البيفامبسلين
الإستر أوف تكتبوا عشان توضحوها أوف بيفان بسلن is less shielded by the penicillin nucleus. لكن لما أنا عملته مثل إستر شافوا الإستريز ما شافوا لأنه shielded. أما تبع الإستر أوف بيفان بسلن اللي بعيد اللي السكند إستر يعني السكند إستر اللي بعيد اللي away from nucleus away from البنسلين النيوكليوس شو ماله؟ شافه less shielded لأنه شافه وكسره نكمل ف it will be hydrolyzed الهيدروليزد برودكت is chemically unstable هدول الهيدروليزد برودكت بيفاليك أسد والفورمالدهايد and easily degraded وبيطلعوا من الجسم وبتخلص منهم أما إذا أنا عملته على شكل مثل إستر يعني هون شفت ذكروا رسمناها أول مرة بدل ما أعمله كبير عملت بس حطيت مثل هون يعني ميثانول مع الكربوكسيليك أسد الميثل إستر of ampicillin is not hydrolyzed in the body ليش؟ بسبب البلكي penicillin in nucleus اللي act as a steric shield فالنيوكليوس تبعت البنسلين كبيرة huge bulky فبالتالي الاستريج ما الاستريج ما شاف الاستر الصغير إذا عملته على شكل مثل استر فبالتالي بسبب الاستريك هندرنس فإذا لازم أصنع مركبات إنه تتكسر بالاستريج وننتبه لشغلة إنه النيوكليوس of penicillin is huge وبالتالي بتعمل shield الاستريج فلازم أعمل استر بطريقة إنه يشوفوا الاستريز ويكسره والجزء المتبقي زي في حالة البيفامبسلين easily degraded بدون أي إنزيم هون no enzyme needed وبتحول إلى formaldehyde and our back to our free drug أو parent drug هون بده كان إنزيم عشان يكسره أو يحوله إلى هذا الألكحول شو اسمه part of the ampicillin واضحة؟ أوكي واضح دكتورة أوكي شكرا هلأ بدنا نحكي عن الجروب الثانية هلأ إحنا إذا حطينا هلأ شفنا إحنا الأمين لما حطينا أمين على الألفا كاربون عند ألفا كاربون شو كانت الرينج؟ إحنا الهدف هلأ أنا بدي أحسن الرينج أوف أكتيفيتي صح؟ شو كانت الرينج أوف أكتيفيتي؟ أول إشي خلته جرام بوزيتيف وكمان جرام نيجاتيف بس الجرام نيجاتيف اللي فيها اللي has no بيتا لاكتيميز إذا كان فيها بيتا لاكتيميز شو صار؟ ما بنفع لأنه ما في هون بالكي جروب هلأ هاي بالنسبة للأمين وكمان لقينا إنه الأمين not active against الريزيستنت قلنا بكتيريا اللي اسمها سودوموناس اروجينوزا not active فاذا انا بدي ازيد الاكتيفيتي قلنا خلينا نجرب نحط كاربوكسيليك اسيد على الالفا كاربون فعشان هيك الجروب الثانيه هاي الجديده شو اسمها كاربوكسي بنسلين مش امينو بنسلين كاربوكسي بنسلين لأنه إيش عليها على الألفا كاربون عليها كاربوكسيليك أسيد في عنا two examples واحد اسمه كاربنسلين واحد اسمه كارفسلين هلأ هون أنا بشوف إنه الطلاب بتلتخب لما تشوف R يعني R هاي الأولى إذا أنا كانت H بيعطيني كاربنسلين إذا كانت عليها فينيل شو أعطاني الكارفيسلين فأنا شو بعمل بحاول دائما أرسم لهم المركب مرة تانية فعندي هاي أنا البيتا لاكتام وهاي ماي كومباوند هاي عليها كاربوكسيليك أسيد وهون في عنا تو مثل وهون قلنا على الألفا كاربون شو حطيت هاي الألفا كاربون شو حطيت عليها حطيت عليها كاربوكسيليك أسيد.
فإذا حطيت عليها كاربوكسيليك أسيد على ألفا كاربون، هذا اسم المركب كاربنسلين، من اسمه كاربنسلين، إنه عنده كار، عنده إيش؟ كاربوكسيليك أسيد، كاربنسلين عنده كارب، كاربوكسيليك أسيد. المركب الثاني اللي هو برودرج عملياً للكاربنسلين، حولته إلى إستر، فحطيت بدل H هاي شو حطيت؟ فينو بنزين، بس شو صار؟ صار على شكل مش أسيد، هذا أسيد، صار على شكل إستر، صح؟ هلأ بنشوف ليش عملنا هاي الحركة. بدي أحاول أكتب لكم هاي بالطريقة اللي عشان ما تقولوا مش واضح، إنه هذا على شكل أسيد، صح؟ هذا على شكل أسيد وهذا على شكل إستر. نكمل المركب تبعنا NH، شو اسم هلا هذا اسمه كاربنسلين، هذا شو اسمه؟ أعطاني إنديكيشن من اسمه إنه عنده كاربوكسيليك أسيد على الألفا كارب، وعنده فينيل كارفينسلين. هلا شو بتتوقعوا هنا؟ إذا هذا كاربنسلين وهذا كارفينسلين، شو بنتوقع بالنسبة للأكتيفيتي أو لللايبوفيليسيتي؟ مين أكتر مور لايبوفيليك؟ الكاربنسلين ولا الكارفينسلين؟ مين مور لايبوفيليك؟ الكاربنسلين لايبوفيليك يعني الكارفينسلين. الكارفينسلين لأنه حولت الأسيد هاد، يس حولت الأسيد إلى إستر، فالكارفينسلين مور لايبوفيليك. طيب هلأ أول سؤال بدي أسأله لما أنا أشوف هدول المركب، نقول الأول خلينا نطلع على المركب الأول اللي هو الكاربنسلين، لما أشوفه بتوقع هل هذا أورال ولا إنجيكشن وليش؟ إنجيكشن دكتورة؟ هو إنجيكشن، بس أنا لو مريم اللي جاوبتني. طب مريم ليش قلتي انجكشن دكتوره؟ لانه يعني انا حسب اللي حافظته انه انا لازم يكون ويا حلقه البنزين اكسجين على مود يكون هو اورال، بس هنا لانه هو مور لايبوفيليك. هلا بدي الاكسجين الموجوده على البيت لاكتامرينج. لا ركزوا معي، درسنا إحنا إنه الألفا كاربون لما يكون عليها هاي الألفا كاربون، لما إحنا بس خلينا نطلع على الأول، أوكي؟ دي أمحي الثاني عشان بس هلا عشان ميزنا شو الفرق بين الأول وبين الثاني. الكاربنسلين أنا لما لو أشوفه وأنا دارسه اللي درسته لازم أحكي هذا أورال بصراحة مش إنجكشن، بس لما احنا اعطيناه انجكشن لقيناه بطل انجكشن، سوري اورال تكسر، صرنا نفسر ليش احنا حكيت انا اول شيء انه هذا اورال. حسب ما درسنا انه الاورال اذا كان الالفا كاربون هاز الكترون withdrawing جروب، وكنا كاتبين لعلمكم من الالكترون withdrawing جروب كنا حاطين كمان كاربوكسيليك اسيد، المنطق شو يكون؟ أورال، لأنه سحب إلكترونات، الكاربوكسيليك أسيد إلكترون ويدروينج، سحبت إلكترونات، فسحبت كمان إلكترونات من الأكسجين، شو عملت بهاي الأكسجين؟ قللت النيوكلوفيليسيتي وقللت الأتاك. هذا المنطق إنه إنه يكون أورال، لكن اكتشفنا إنه لما أعطينا أورال ما أعطاني نوت أكتيف أورالي، ما أعطاني إفكتيف أورالي، صرنا نفسر نوت أكتيف أورالي. صرنا نفسر طب ليش؟ لقينا إنه في بالأسيد ميديا وإنزيم اسمه دي كاربوكسيليز بكسر الكاربوكسيليك أسيد، من اسمه دي كاربوكسيليز، دي كاربوكسيليز يعني بشيل هاي
تطلع على شكل CO2. اوكي دي كربوكسيلاز بكسرها، فرجع لي المركب لايش؟ صارت CH2 الالفا كربون عليها CH2. شو رجع لي المركب؟ مين ايش صار هذا المركب؟ اذا عمل decarboxylation. decarboxylation in acid media and in the presence of the enzyme اللي هو decarboxylase الموجود في الستومك. حول لي اياه باك لايش؟ شو صارت هاي CH2؟ شو اسمه هذا المركب؟ هذا المركب شو اسمه اللي عنده بس CH2 بنزين؟ إستر؟ بنسلين شي؟ هذا صار بالضبط، حول لي اياه باك لبنسلين شي. فإذا ما استفدت الكربوكسيليك أسيد وجودها على الألفا كاربون إذا أخذته أورالي رح تتكسر by decarboxylase enzyme in acid media بالستومك، ورح تعمل لي decarboxylation ورح يحول لي إياه باك لبنسلين جي. فإذا أورالي not active. السبب الأول إنه في المعدة in acid media في enzyme اسمه decarboxylase رح يعمل decarboxylation. decarboxylation شو يعني decarboxylation؟ decarboxylation يعني remove، بين قوسين remove الكربوكسيليك أسيد، فبتحول back إلى penicillin G. أوكي؟ فعشان هيك not given orally، هذا injection. بس المنطق اللي إحنا درسناه إنه أنا حطيت electron withdrawing group المفروض يطلع oral. ليش ما طلع oral؟ لأنه كأني أنا أخذ المريض كأنه أخذ مش كاربوكسيليك أسيد عليها كاربوكسيليك أسيد، كأنه ما أخذ بنسلين جي، لأنه بسرعة بالأسيد ميديا وبالإنزيم بتكسر بتحول باك إلى بنسلين جي. هاي شغلة. شغلة تانية بالكالين ميديا فقط، إن الكالين ميديا إذا وصل للمعدة للأمعاء بتصير هاي عليها نيجاتيف تشارج، بتصير ايونايز، واحنا بنعرف الايونايز ما بيصير له امتصاص اذا كان عليه نيجاتيف تشارج. بس امتى راح يصير له؟ اذا وصل للمعده، بس هو للامعاء، للالكالين بي اتش. بس هو على جميع الجهات ان اسيد ميديا راح يصير له ديكربوكسيليشن ويتحول باك لبنسلين جي. علشان هيك رحنا عملنا البرودرج. شو عملنا؟ شو عملنا عشان هاي قصة الديكربوكسيليشن؟ قلنا خلينا نعمل بروتكشن للكربوكسيليك أسيد، لأن أنا بدي إياها، لأنه لقينا لما أحط كربوكسيليك أسيد وعملته إن فيترو، عملت عليها استدي، لقيت إنه حسن لي الأكتيفيتي، صار نايس أكتيفيتي عنده. فشو صار؟ فروحت عملت أنا، قلت خليني أحمي الكربوكسيليك أسيد هاي من المعدة. وإيش أعمل؟ أعملها إستر. لما عملتها إستر يعني حولت الكربوكسيليك أسيد إلى فينول إستر اللي على الألفا كاربون. هاي بهاي الطريقة ما بيصير ديكربوكسيليشن، لما أحوله إلى إستر، إلى إستر يعني إلى فينيل إستر. أوكي؟ بهاي الطريقة ما تحول، ما بيصير له هذا نو ديكربوكسيليشن، نو ديكربوكسيليشن. هلا هذا لانه عليه الكربوكسيليك اسيد وهاي الجروب، هاي زي ما حكينا بتعمل الكترون ودروينج جروب الكربونيل هاي الاستر، وبتقلل بتاخذ الكترونات من هاي، بتقلل النيوكليوفيليسيتي، ديكريز النيوكليوفيليسيتي اوف ذس، وبصير يستخدم اورال. هلا انا بيهمني هاي تضلها تتحول باك لاستر، واحنا قلنا في الجسم لما يمتصه في استريز، والاستريز راح يكسر لي هذا الجزء ويحوله باك لكربوكسيليك اسيد. فكانه ضل عليه حافظ على وجود الكربوكسيليك اسيد على الالفا كاربون وخليته اورال. فالكارفيسيلين هذا اسمه كارفيسيلين، فالكارفيسيلين شو ماله؟ اورالي اكتيف، وبتحول بالجسم الى الـ P
بيرنت دراج اللي اسمه كاربينسلين ضل صار يتحول من الاستر رجع للكاربينسلين عن طريق الاستريز لانه كسر هاي الاستر، واستفدت انه انا هاي الالفا كاربون ضل عليها كاربوكسيليك اسيد اللي لها هاي الصفه اللي راح نحكي عنها الكاربوكسيليك اسيد. واضح ليش عملنا البرو دراج الكارفيسلين؟ اول اشي خليته اورال، وتاني اشي حافظت على وجود الكاربوكسيليك اسيد بدون ما يصيرها دي كاربوكسيليشن، لانه خلص امتصه من المعده وراح على الدم. بالدم هذا الاستر راح تتحول اوف ذا كارفيسلين راح تتحول باك ل كاربينسلين، وبروح للبكتيريا وبعمل الإفكت حسب الصفات تبعت البرودكتس اللي عليه كاربوكسيليك أسيد. واضح؟ وضحت المعلومة؟ في حدا عنده أي سؤال قبل ما أكمل؟ واضح دكتورة. يلا إذا عرفنا شو الفرق بين الكاربينسلين والكارفيسلين، فمين الأورال؟ الكاربينسلين. كاربسلين. لا مو الكاربينسلين، الثاني الكارفيسلين. الكارفيسلين هو الأورال والكاربينسلين إنجكشن. فالكارفيسلين is a pro drug for كاربينسلين، لأنه هاي الإستر اللي هون اللي كانت عليها بنزين راح تتكسر وترجع لي إياه باك لكاربوكسيليك أسيد، اللي هو الكاربينسلين. فالكارفيسلين is a pro drug لمين؟ للكاربينسلين، لأنه بتكسر الإستر تبعت الفينيل إستر وبترجع باك للكاربينسلين. They are active، لقينا لما حطينا على الألفا كاربون كاربوكسيليك أسيد لقينا إنه they are active over a wider range of gram negative bacteria than ampicillin. الأمبسلين عليها على الألفا كاربون إيش؟ عليها أمين. عشان هيك إحنا قلنا بدنا نحافظ على الكاربوكسيليك أسيد ونخليها موجودة، بس ما بقدر أظني أعطي المريض إنجكشن، فبدي أحوله لأورال. فرحنا فكرنا بفكرة البرودراج إني أحاول أحافظ على الوجود الكاربوكسيليك أسيد بس أخليها أورالي أكتف إني أعمله على شكل إستر. ولقيناه كمان بسبب وجود الكاربوكسيليك أسيد جروب active against pseudomonas. هون ما كانوا active لما كان عليهم أمين، ما كانوا active against pseudomonas، بس لما حطيت كاربوكسيليك أسيد على الألفا كاربون صاروا active against pseudomonas، وهي advantage. resist كمان لها resistance to most beta lactamase. هلا راح تقول لي طب ليش resist مدامها هي ما في عليها هون little bulky group، صح؟ مش هيك اتفقنا انه منتطلع على البنزين؟ لقينا حتى مش الفينيل إستر، هي وجود نفسها الكاربوكسيليك أسيد تعمل شوية شيلد كبيرة شوي أكبر من الأمين، تعمل شيلد للبيتا لاكتيميز، عشان هيك صار عندنا resistance to most beta lactamase، مش كلهم، لا جزء جيد، بسبب انه الكاربوكسيليك اسيد تعتبر كبيره large molecule that act as large molecule that act as a shield للبيتا لاكتيميز. بس again زي ما كنت دائما احكي لكم بالنسبه للجرام بوزيتيف ان كومبير للبنسلين جي they are less active than penicillin G 4 gram positive bacteria، لأنه زدنا الهيدروفيليك جروب صار عندي كاربوكسيليك أسيد which is very hydrophilic، هاي hydrophilic، فبالتالي قللت زادت الهيدروفيليسيتي وقلت الليبوفيليسيتي، فصاروا less active against gram positive bacteria in compare للpenicillin G. مين الأسيد سنسيتيف؟ بس الكاربينسلين، هاي بس تكتبها للكاربينسلين، لكن الكارفيسلين is not acid sensitive is oral، بس الكاربينسلين must be given as injection. وحكينا السبب بسبب إيش؟ ليش ما بقدرش أعطي لك على شكل injection الكاربينسلين؟ ليش بس على شكل injection؟ ليش acid sensitive؟
Why? سبب decarboxylation وبالتالي convert back convert لمين لبنسلين G. decarboxylation وين in the stomach طبعا in the stomach. stereochemistry على الألفا position يعني وجودها هاي إنه هاي بتعرفوا أنتوا دائما كيف بنطلع على stereochemistry لما يكون عندي كربونة عليها four فاهم four different group R1 R2 R3 R4 هاي بنسميها asymmetric carbon وبالتالي asymmetric carbon فممكن تكون على شكل dextro أو على شكل ليبو فالستيريوكيمستري لهاي للكربوكسيليك هون كانت كربوكسيليك أسيد هون كانت تتذكروا مثلا هاي فينيل كانت وهون كانت H وهون كانت المركب تبعنا اللي هي الأميد وكمليها فلاحظوا في عنا four different group فبتخلي هاي الكربونة شو اسمها asymmetric carbon يعني chiral center chiral group chiral center chiral carbon وبالتالي stereochemistry لهاي إنه dextro أو levo is essential عشان الactivity فهاي النقطة stereochemistry at the alpha position is important of the for activity إما dextro أو levo two enantiomers اللي هم الدكسترو أو ليبو. آخر نقطة بقول لك إنه الكربوكسيليك أسيد أنا أمحي هون. الكربوكسيليك أسيد at the alpha position ionized in the blood. هي حقيقة it will be ionized بس in alkaline pH. إذا كانت ال pH alkaline. واضح هذه الجروب هنا بيوضح لي synthesis of synthetic pathway of هذا مين هو هذا المركب لو اجاك هذا المركب في الامتحان شو اسمه هذا مشقلب مشقلب لاحظين انه مشقلب هاي الالفا كربون سوري هاي الالفا هاي البنزين هاي الألفا كربون نعم شو عليها كربوكسيليك أسيد كأنه تخيل هذا الجزء كربوكسيليك أسيد عليها كربوكسيليك أسيد بس شو عملنا لها إستر عملته على شكل إستر هاي الطريقة للتصنيع عشان إنه أنا ما بقدر أضيف هاي عندي أنا الكربوكسيليك أسيد إحنا اتفقنا هذا كيف بتصنع هذا الكربونسيلين كيف بصنعه عادي زي ما تعلمنا دائما بكسره من وين بكسره من هون بجيب السكس أمينو بنسلينيك أسيد اللي هو هاد الجزء وهذا الجزء بشتريه اللي هو عبارة عن ألفا كربوكسيليك أسيد ألفا فينيل والكحول واسيد تو اسيد يعني كربون هي عليها كربوكسيليك اسيد وهي عليها انذر كربوكسيليك اسيد فواحد من الاسيد راح يتفاعل مع الامين تبع 6 امينو بنسلينيك اسيد ويعمل لي هذا المركب طب اذا بدي اعمل استريفيكيشن فشو لازم اعمل بجيب هذا المركب اللي اوريدي عليه فينيل عليه استر الكربوكسيليك اسيد على شكل استر اللي هو فينيل مالينيك اسيد بنزايل إستر كلورايد اسمه مع 6 أمينو بنسلينيك أسيد وبفاعلهم مع بعض بسهولة 6 أمينو بنسلينيك أسيد بوجود صوديوم بايكارب رح يعطيني الكارفيسيلين اللي هو الكاربنسلين بنزايل إستر مش داخلة معكم في الامتحان بس إنه بتعرف إنه ما عملت أنا عشان أضيف هون عشان أحول سوري خليني أرجع هون باك عشان أحول هاي الأسد إلى إستر هاي الأسد أحولها إلى إستر إحنا قلنا دائما أسد مع الكحول رح يعطيني يعني لو جبت فينول رح يعطيني المفروض الإستر بعطيني الإستر بس الفينول وين ممكن يهجم ممكن يهجم هون ممكن يهجم هون
فعشان هيك أنا شو عملت الطريقة الثانية، أني جبت هذا جاهز عليه فينول، عليه فينيل إستر، وجبت السكس أمينو بنسلينيك أسيد وفعلته عشان يهجم الأمين. هاي أصلا بصير هجوم الأمين على الكربونيل أسهل لأنه في عليها كلور، وبيعطيني ماي كارفسلين اللي هو هذا المركب الكارفسلين. واضح كيف التصنيع؟ يعني ما جبت فينول، ليش؟ لأنه الفينول رح يهجم هون وهون. طب رح تقول لي طب اعملي بروتكشن لهاد، طبعا إذا حطيت بروتكشن رح يهجم، رح يعمل بروتكشن لهاد ولهاد. فأفضل طريقة لتصنيع مركب زي هيك لازم أجيب هذا جاهز أوريدي عليه إستر، أوريدي عليه هذا الجروب الفينيل إستر، وأفعله مع 6 أمينو بنسلينيك أسيد. ما بعرف إذا واضحة بس هوبفلي إنها واضحة. وهيك خلصت المحاضرة، المرة الجاية بنبلش بالأذر derivatives of carboxylic acid on the alpha carbon اللي سميناهم carbenicillin اللي هو تيكارسلين. وبليز أول بأول اقرأ.